تحياتي جميعا. الفيديو لهذا اليوم سنتكلم فيه عن انتحار الكاتبة الهولندية من أصول مغاربية نعيمة البزاز، والتي انتحرت بعد أن عانت من التهديدات من قبل جهات متطرفة أدت بها للدخول في حالة اكتئاب وانعزالية، انتهى بها المطاف إلى انهاء حياتها عن طريق الانتحار. هذه الكاتبة انتقلت إلى هولندا عندما كانت طفلة في الرابعة من عمرها مع والديها. درست الثانوية في هولندا، التحقت بالجامعة لتغادر الجامعة وتبدأ مسيرتها المهنية ككاتبة في عمر 21 عاما. مزيد من التفاصيل سأعطيها في خلال هذا الفيديو، ولكن ما أحب أن أركز فيه تناول بعض العناصر المتشددة الذين أتباعهم لم يكتفوا فقط بدفع هذه الإنسانة للانتحار أو يكونوا سبب من أسباب بانتحارها، ولكن أيضا المتاجرة بانتحارها، يعني حتى الناس الأموات لم تخلص منهم. وسأأخذ في هذا الفيديو أحد الشيوخ السلفيين كمثال على ذلك، لنفند ما يقول ونتعرف على هذه الكاتبة ومنتجاتها. تابعونا. طبعا في هذا الفيديو يطرح عدد من المعلومات، سأترك رابط هذا الفيديو لأكون حياديا لتابع الفيديو بشكل كامل، والفيديو هو طويل. وأنصح كل الناس المهتمين بهذا الموضوع أن يكتبوا انتحار الكاتبة المغربية نعيمة البزاز على الإنترنت في المواقع العربية ليروا حجم التنمر واستثمار انتحار هذه الإنسانة التي لم تترك لترقد بسلام، رغم أن هذه العناصر وثقافتهم بشكل أو بآخر ساهمت في دخولها في حالة الاكتئاب التي أدت إلى انتحاره. لنستمع الآن ما يقوله هذا الشيخ الجليل ونعلق على ما ورد في خطابه. مشكورا طبعا. نعيمة البزاز ملحدة مغربية سافرت لأمستردام في هولندا وبدأت تهاجم الدين وتتكلم في الجنس والإباحية تهاجم الدين وتتكلم في الجنس والإباحية. بالمناسبة روايتها الأولى كانت تتناول معاناة رجل مغربي هاجر إلى هولندا ومشاكله في الاندماج، وكانت انتقاد للمجتمعات المستضيفة التي لم تساعد هؤلاء الناس في اندماجهم. أنا متأكد أنك لم تقرأ حتى ملخص أو تعليق على أحد رواياتها، ولكن كلام مرسل وزي ما بيقولوا كلام ببلاش. أصدرت عدة روايات ليس لها أي قيمة فكرية تذكر، ثم بعد ذلك انتحرت. بعض الصحف الصفراء عدة روايات ليست لها أي قيمة تذكر. أنا لا أعرف بصراحة مقياسك للقيمة الفكرية، لأن أظن بأنك تعتقد بأن العلم الوحيد هو العلم الشرعي. بالمناسبة روايتها الأولى وكانت رواية متواضعة ومحاولة الأولى لكاتب، واسم الرواية ديفيخ نارد نوردن، أي الطريق إلى الشمال، وقد نشرت في عام 1995، حصلت بفضلها على جائزة محلية في هولندا تمنح لمؤلفي أدب الأطفال أو الأدب الذي يعنى بمشاكل المهاجرين. يعني روايتها الأولى حصدت جائزة مع أنها كانت في مرحلة الدراسة الجامعية، أي أنها كانت على بالنسبة للكثيرين على الأقل على قدر كافي من القيمة الأدبية، والتي يمكن لست مهتم بها أصلا. ويتكلم هنا الأخ الداعي عن الصحف الصفراء. سأذكر هنا الصحف الهولندية بالمطلق التي تكلمت عن انتحار صحفية ولم تروج لأي شيء، وصف الموضوع كما هو. سأذكر هنا وسأترك بضع روابط في صندوق الوصف، وهي تقريبا أكبر الصحف وبعضها رسمي أو شبه رسمي، في صحيفة نورد هولاندز بلاد، هيت بارول، ديلي تيليغراف، يعني صحف كلها تكلمت عنها. هل هي هذه الصحف الصفراء؟ لا، ربما بالنسبة له صفراء، ولكن لنرى عند جهينة الخبر اليقين لديه الصحف الموثوقة. توج لخبر انتحارها بسبب انها تلقت تهديدات بالقتل بسبب افكارها المنحرفة عن الدين وكلامها عن الجنس. تلقت تهديدات بالقتل بسبب افكارها المنحرفة عن الدين. توصيف، هذا التوصيف كافي لان يدينها لهذه الانسانة، لأن لديها أفكار منحرفة عن الدين. لا، لم يتكلموا عن ذلك، لأنه بالنسبة له أداة أفكار منحرفة عن الدين.
سؤالي بصراحة وأنا متوقع أن لا أجد له إجابة، هل لديك أدنى فكرة عن أفكارها عن الدين؟ هل قرأت أحد رواياتها؟ هل شاهدت أحد مقابلاتها التلفزيونية؟ لا، ولكنها مجرد شخصية لديها فكر مغاير عن الدين، وهي لم تدعي أنها ملحدة بالمناسبة، فهذه هي نتيجتها بطبيعة الحال. وبيصوروها بقى على انها بطله وصاحبه قلم جريء، في حين انها انتحرت بسبب الاكتئاب لان جيرانها الهولنديين الرحماء اللطفاء الظرفاء عملوها في حيهم بمنتهى العنصريه والحقد والكراهيه. طبعا هناك شيء من الصحة في هذا الكلام، كان لديها مشكلة شخصية مع أحد جيرانها الهولنديين، وعندما انتقدته في أحد رواياتها هددها، وتم التعامل مع الأمر عن طريق الشرطة الهولندية، ولكن الأخ أخذ سكرين شوت من وضع معين وقفز مباشرة إلى انتحارها، لم يذكر أبدا ما حصل معها خلال هذه السنوات والذي دفعها أن تدخل في حالة الاكتئاب التي أدت بها إلى الانتحار. ما ليس مهم هذا الموضوع، الحدث، الهولنديين العنصريين أدوا بها إلى القتل. هل تحب أن أتكلم عن مقارنة بمستوى العنصرية بين هولندا وبين جمهورية مصر الحبيبة التي أنا أحبها جدا؟ هل تحب أي مصدر للمعلومات؟ أعرف صديق موثوق اسمه جوجل، بإمكانك أن تطلع على الإحصائيات لتجد مقدار العنصرية بين أبناء البلد الواحد، وتجد مقدار الحرية الدينية التي يتمتع بها حتى أبناء جلدتك في هولندا، وقارن وبعدها تكلم عن الرحماء اللطفاء الذين دفعوها للانتحار، والتي يحلم كثير من أبناء بلدك بأن يعيشوا في تلك البلد. غريب. لنتابع. وصحيفة رأي اليوم بدو صحيفة رأي اليوم، وهي صحيفة مغربية، أي لتعرف أنت ماذا حصل مع شخص في هولندا فتقرأ صحيفة رأي اليوم المغربية، أما ما تبقى الصحف الهولندية فهي صحف صفراء، مع أنه موجود مستوى عالي من حرية الإعلام في هولندا وحرية الصحافة، ولكن الرجل اختار الصحفي توافق رأيه. وفي المقالة التي سيقرأها بالمناسبة ليس هناك دعم مباشر لما يطلقه. يقول إن أحد المواطنين الهولنديين في حي فينيكس قرأ الرواية التي تحدثت فيها نعيمة عن العنصرية في هولندا، فلما قرأ الرواية ظن إنها كتبتها ضده هو شخصيا، فجاب قنبلة مولوتوف وراح على بيتها عشان يقتلها. طيب ما هي كانت ممكن تبلغ الشرطة الهولندية عن هذا الشخص وينتهي الموضوع. فعلا هذا الأمر حصل وانتهى الموضوع، وكانت تعيش بالمناسبة في زاندام بعد ذلك، انتقلت من أمستردام انتقلت إلى زاندام، وفعلا حل الموضوع. ولكن حضرتك كما ذكرت عملت سكرين شوت ولم تذكر ما حصل معها لاحقا، وللأسف إنسانة كاتبة أصبحت تهدد في أطفالها في طفلتيها من قبل المراهقين، لأن ليس لديهم الجرأة هؤلاء المتطرفين أن يواجهوها وجها لوجه، بل يدفعوا بعض المراهقين المتطرفين لأن يهددوها، وهي دامت سنوات على فكرة هذا الموضوع. عايزين يفرغوا موضوع انتحارها من معناه الحقيقي، وهو أن بعد الإنسان عن ربه وخالقه يجعل حياته جحيما كما قال رب. أنا أحب أن أفهم شيئا هنا، هل السبب في انتحارها هو أن هؤلاء الهولنديين رحماء اللطفاء الذين هددوها دفعوا بها إلى الانتحار، أم بعدها عن ربها، أم الاثنين معا؟ يعني بدأت بداية معينة، كنت تتكلم أن جيرانها العنصريين دفعوا بها إلى الانتحار بسبب تهديداتهم لأنها انتقدت مجتمعهم، الآن تقول هذه الصحف تريد تفريغ الموضوع من مضمونه. على فكرة بإمكانك استخدم الترجمة أو تقرأ الأخبار باللغة الإنجليزية إن كنت لا تتقن الهولندية، وتجد أن الصحف تكلمت بالضبط عن تهديد جارها لها وبقية المتطرفين لها، ولكن إن كنت تتوقع أن تقول إنها ملحدة وانتحرت فبصراحة معلومة على الهامش، فقط 40% من مجموع الشعب الهولندي هم ناس يؤمنون بوجود إله أو قوة خارقة، يعني الحري ب60% من الشعب الهولندي أن ينتحر كما فعلت نعيمة وفقا للقاعدة التي طرحتها حضرتك.
ربنا سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الشعب الهولندي في مقاييس السعادة هو الخامس أو السادس عالميا، ماشي؟ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ها أنت تذكره يا سيدي الكريم، أتمنى أن تكون سعيد بحياتك يا أخي. سبحان الله، المرحلة دول بيحلموا بالحياة في الدول الأجنبية وبيتجردوا من كل شيء لأجل هذه الحياة ويتركون دينهم. الملاحدة يحلمون في بالعيش في الدول، في هذه الدول الأجنبية، لكن يبدو نسيت تفصيل صغير. هناك قلة قليلة جدا من المسلمين ومن المؤمنين بشكل عام يحلمون أيضا فيها بالعيش في هذه الدول. هل تريد كيف يمارسون أن ترى كيف يمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية؟ هل يهمك هذا الأمر؟ لم يتجردوا من دينهم بالمناسبة. الآن أنت تخون بني جلدتك وتتكلم أن كل من هاجرهم ملاحدة. من قال ذلك؟ من يشتري هذا الكلام أصلا؟ من يشتريه؟ ولماذا يهاجرون؟ لأن هذه الأفكار السوداوية جعلت بلادنا خرابا، وجعلت حتى أبناء جلدتك يريدون أن يعيشون ببلد يوفر لهم أدنى مقومات الحرية، ويعيشون كمهاجرين في هذا البلد، يتركون أوطانهم الأم ويتجردون من كل شيء. انتبه، يتجردون من كل شيء، ثم يذهبون ويعيشون هناك كما يحلو لهم، ثم ينتحرون. يهاجرون، يتجردون من كل شيء، ثم ينتحرون. يعني ببساطة هذه الحالة كم مرة حصلت؟ أليست ظاهرة؟ إذا كانت على هذا الشكل تستحق الوقوف عندها ويجب أن يتكلم عنها ليلا نهارا؟ لا، دائما الشيخ يعرض سيناريو معين. يهاجرون، يتجردون من كل شيء، يتركون الحياة من أجل الجنس والمال. طبعا هو لم يرى ملايين المسلمين الذين يعيشون في أوروبا ويمارسون حياتهم الطبيعية كأناس مؤمنين ومندمجين في هذا المجتمع، لا، وينتحرون. وبيمثلوا علينا أنهم أخيرا وجدوا السعادة لما تركوا الدين، ولكنهم في الحقيقة يعيشون أسوأ أيام حياتهم. من هذا الذي يمثل السعادة بأنه ترك الدين؟ ومن قال؟ أنا رأيي الشخصي في هذا الموضوع، قد تكون السعادة لك في أن تترك الدين أو تعتنق ديانة أخرى أو تبقى على دينك أو تتعمق فيه أو تدرسه. ولكني أنا شخصيا أدعو كل شخص أن يدرس دينه، أن يطلع على ديانات أخرى ليأخذ قراره بنفسه إذا كان له حرية القرار. من قال أن سعادة الناس دائما هي في ترك الدين أو اعتناق دين؟ لكل شخص أن يختار نوع السعادة التي يعيش بها. وبصراحة يعني الفكرة غبية أن تقول بأنهم يتركون دينهم ويتخلون عن كل شيء ويمثلون عن السعادة لينتحروا. يعني من يدفع ثمن هكذا مغامرة ليمثل عليك؟ ولماذا يمثل عليك أصلا؟ يعني مع احترامي، من مهتم برأيك ليمثل عليك ويدفع حياته ثمن لهذه التمثيلية؟ ليه بتصدق تخاريف الملاحدة؟ أديك شايف بعينك، والعينة بينة. يعني أنت شايف النتيجة هي بعينيك، عمالين يقتلوا نفسهم وينتحروا، كل فترة واحد منهم يطلع يقتل نفسه وينهي حياته بإيده. كل فترة واحد بينتحر وبينهي حياته بإيده. مصر بالمناسبة الأولى عربيا في معدلات الانتحار، وكثير من الذين ينتحرون هم مؤمنين. هل يكون هذا مقياس الانتحار النسبة أو العدد أو ماذا تحب؟ هل الذين ينتحرون فقط ملحدين؟ فقط ملحدين؟ نسيت الآلاف وربما الملايين الذين ينتحرون وهم متدينين؟ نسيت هذا الأمر؟ أم أن فقط لأنك تقول الدين لا يمنع الشخص بأن ينتحر؟ فول ستوب، نقطة، انتهينا. غريب، كلها كلام مرسل لا دليل عليه ولا أرقام، مع أن هناك منظمات تدرس من أجل تقليل الانتحار وتحارب الاكتئاب. ملحدين ينتحروا، فقط الملحدين. يعني نعيمة دي كانت عايشة في هولندا، اللي كتير من الناس النهاردة بيتمنوا إنه عليك نور، كتير من الناس بيتمنوا يعيشوا فيها، كتير من الناس، مش بس الملحدين اللي طالعين أو اللي حابين يروحوا يتخلوا عن دينهم، هم يعيشوا فيها. مش بس الملحدين، كتير من الناس بيتمنوا الملحد الحقيقي حياته فقدت المعنى، أما تجار الإلحاد الملحد الحقيقي
ماذا يعني الملحد الحقيقي؟ يعني اللي راح عمل حج وعمرة على كعبة الإلحاد، ماذا يعني الملحد الحقيقي؟ أما كهنة الإلحاد، أنا أتمنى أن تذكر لي اسم واحد من كهنة الإلحاد الذين هم يدعون الانتحار بالمناسبة. انتبهوا، هناك الإلحاد كهنة ولهم هذولا الكهنة يدعون الانتحار. انتبه، مع أنه معظم الناس التي لا تؤمن بوجود إله تقول لك لديك حياة واحدة فاستمتع بها. يعني إزاي؟ أما الشخص المؤمن يقول لك إذا انظلمت في هذه الحياة فهناك حياة أخرى أبدية سأعوض فيها. واضح المفارقة؟ يعني مش بعيدة شوي؟ يعني الشيء ونقيضه في جملة واحدة ثقيلة شوي. فلا ينتحرون لأنهم مستفيدون من إلحادهم. كهنة الإلحاد لا ينتحرون لأنهم يستفيدون من إلحادهم. اذكر لي كاهن واحد للإلحاد. كاهن؟ لا، أنا مشيت بالكذبة. يدعو إلى الانتحار ولا ينتحر هو بنفسه. انتبهتوا يا جماعة؟ يدعو إلى الانتحار ولا ينتحر هو بنفسه. يعني إذا افترضنا أن هذا الكلام هو صحيح، ماذا يستفيد هذا الشخص؟ يدعو أتباعه إلى الانتحار؟ يعني إذا كنت تتكلم على جون سميث، جون سميث هو الحالة الوحيدة التي دفعت أتباعه للانتحار، كان يدعي أنه المسيح المنتظر بالمناسبة. أي رجل دين، أي دين، إذا اعتبرنا الإلحاد دين، يدفع أتباعه للانتحار وينهي السبوبة. مين؟ ولو صدقوا مع أنفسهم لانتحروا هم أيضا، لأن الإلحاد الحقيقي بيفقدك كل شيء في الحياة، بيفقد الحاد الحقيقي بيعيش يا حبيبي. لك معنى الحياة، مفيش قيم ولا أخلاق، مفيش قواعد ولا ضوابط. مفيش قيم ولا أخلاق ولا قواعد ولا ضوابط. كل الشعوب التي تعيش بدون دين ليس لديها لا قيم ولا أخلاق ولا شعوب ولا ضوابط. ليس يكفيهم فخرا أن هذه الشعوب التي هي أكثرية من أكثرية غير مؤمنة بقوة خارقة أو إله، قد منحت حق اللجوء لإخوانك المسلمين الذي الأيغور الذي لم تقوم أي دولة عربية بمنحه إليهم، لم تقوم ولم تشترط عليهم بأن يتركوا هذا الدين، لا بل تعالوا عيشوا لدينا ومارسوا شعائركم الدينية. يكفيهم فخرا هؤلاء الذي ليس لديهم ضوابط. أنت لديك ضوابط وهم أخوتك المسلمين أو السوريين، أو السوريين ولنقل. استقبل المسلم يا أخي، بس عيش معك ببلدك. إن لم يكن الإله موجودا فكل شيء مباح، لو ما فيش إله فكل شيء مباح. الفاتحة من قرآن الملاحدة، إذا لم يكن الإله موجودا فكل شيء مباح. أطلق هذا الكلام، إذا لم يكن موجود كل شيء مباح. من يؤمن بهذا الكلام؟ هل تجد دول التي تسميها علمانية أو ملحدة تؤمن بهذا الكلام؟ لا يوجد إله فقوموا بما شئتم. لا، الأصعب بصراحة بأن تدعي بأنك وكيل الإله الحصري على الأرض ولديك الحقيقة المطلقة وأنت تمتلك الخلق الصح والتعليمات الصح. أظن بأن هذا موضوع على نفس القدر من السوء الذي تدعي حضرتك. ولا قواعد ولا ضوابط ولا قيم ولا أخلاق ولا أي حاجة خالص. لذلك نحن نحذر الشباب من تكلمنا عن موضوع الأخلاق في استقبال المسلمين للأيغور، تكلمنا عليه، قارن بين أخلاق البلاد الإسلامية وأخلاق البلاد الكافرة، قارن استقبال السوريين، قارن انزلاق إلى هذا المستنقع الإلحادي العدمي، وإلا ستفقد معنى الحياة ثم تقتل نفسك بنفسك كما رأينا ذلك عدة مرات. إلى المستنقع العدمي، كما ذكرت معظم الناس الذين لا يؤمنون بقوة خارقة وأديان هم ناس محبين للحياة لأنهم يؤمنون ببساطة أن هناك حياة واحدة. ولكن يا اسمع، والغريب يا أخي إن ملاحدة العرب محدش فيهم بيخترع ولا ليه دي أي حلوة بقى. إنجازات طبية أو علمية أو أي حاجة مفيدة للبشرية، كل كلامهم فقط عن الجنس والهجوم على الدين والطعن في القرآن الكريم والسنة النبوية وأهل العلم. الملاحدة العرب ليس لديهم اختراعات،
هذا كلام جميل جدا يا سيدي الكريم. أولا في نظرة حضرتك هو العلم هو العلم الشرعي، وباقي العلوم جهل بها لا يضر. تكلم هنا عن ميزانية تصرف وهي حوالي 16 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي مليار دولار أمريكي، على مؤسسة تسمى الأزهر، وهي ما تعادل تقريبا نفقات دولة مثل إيطاليا. لو صرفت هذه النفقات في البحث العلمي أو تنشئة شباب مصر، ألم يكن هناك الوضع مختلف؟ لا تظن ذلك؟ كهنة الملحدين العرب ليس لديهم اختراعات. طيب سيدي الكريم، يبدو أنك عمدا أو سهوا نسيت ابن المقفع الذي قتل على يد سفيان بن عاوية صلبا وحرقا، أبو بكر الرازي، أبو علاء المعري، جابر بن حيان، ابن الرواندي، الفارابي، ابن سينا، الكندي، ابن رشد، ابن الهيثم، ابن الطفيل. هؤلاء كانوا من المتنورين العرب على ما أعتقد. ولكن لنذهب إلى مكان آخر، أنا حاجي معك يا سيدي. إذا اعتبرنا أن الملاحدة العرب اخترعوا وأصبحوا أبطال في مجال في العلوم كلها، هل هذا يجعل مذهبهم صحيحا؟ أو خيار آخر، هل نتبع مذهب الإلحاد الغربي، المخترعين الغربيين والذين معظمهم من اللادينيين، ولا الذين اخترعوا لك الكاميرا التي تستخدمها الآن، هل نتبع مذهبهم الإلحادي الشيعي على سبيل المثال؟ هل اختراعهم يجعل معتقداتهم الدينية صحيحة؟ إذا على هذا الأساس ممكن أن نصبح مسيحيين على سبيل المثال أو ملحدين. يعني ما بقي دفاع لديك إلا أن تقول أنهم لم يخترعوا شيئا فهم أغبياء، وبذلك عقيدتهم الدينية خاطئة. يعني إذا بقدرة قادر غدا خرج لدينا 1000 مخترع هندوسي اخترعوا علاجات للسرطانات ولطاقة نظيفة، أنا سنصبح هندوس؟ سأجدك غدا تدعو إلى الهندوسية وتقول يا أخي الدليل ده أنت شايفه بقى. لنستمع أيضا، اختراعات، دي مثال عن الاختراعات اللي أتحفتمونا بها، ما يجوز وما لا يجوز في نكاح العجوز، المباح في جهاد النكاح، الطريق النبوية السليمة في نكاح المرأة والبهيمة. أنا لما سمعت عناوين هاي الكتب فكرت إنها ناس بتتمسخر على الدين فعلا. لا، طلعوا هدول الناس على سبيل المثال تبع نكاح المرأة والبهيمة، المرأة والبهيمة طبعا، المرأة لازم تحط دائما، يرفع من شأنها. العلامة أبو جعفر بن حذيفة الأنصاري، عضو مجمع الملك فهد للقرآن الكريم. أها، بلى، نشوف أحد مشايخكم عن رأيه في كروية الأرض، وهو الشيخ ابن باز. ابن باز، نحن عم نحكي هون عن مسلمات. فإذا زعم زاعم أو صور مصور. إذا زعم زاعم أو صور مصور. على كل حال، من يحب أن يرى هذا الفيديو كاملا، أعتذر لأداء الصوت لأن الفيديو قديم، هو تحت اسم فتوى ابن باز في كروية الأرض، وهو لقاء طويل مليء بالدرر الثمينة طبعا. أنها تسبح في الفضاء، لم يلزم من ذلك أن يكون صادقا، سواء كان شيوعيا أو نصرانيا أو يهوديا أو مسلما. كلام الله أصدق من الجميع. كلام الله أصدق من الجميع، الأرض ليست كروية. من يدعي بذلك هم الشيوعيين والملاحدة والنصارى، وهو هذا الشخص ظاهر على محطة فضائية التي لو آمن المسلمون فعلا بأنها مسطحة لما آمنوا بوجود القمر، هم آمنوا صدقوا بوجود القمر الصناعي اللي أتاح لنا أن يصل صوته إلينا. قد يقول قائل ابن باز رجل كبير، الناس تأخذ منه العلم، أنا أتكلم عن ابن باز. ويأتي من بعد المعاصرين كما الأخ هنا في يصدق الحقيقة هذا الذي الكلام. عليه علماؤنا كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن الأرض ثابتة لا تتحرك، وهذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل أصلا. صح، أنا حطيت كاسة مي وقلت شوف الأرض إذا بتتحرك رح تنكب الماء، ما ضلت مكان، انتهى الموضوع. لا عفوا، نقطة الدفاع عنده أنه كلام الله. هذا كان موضوع الفيديو لدينا لهذا اليوم. سأترك في صندوق الوصف بعض المقالات بإمكانك أن تستخدموا ترجمة جوجل على رداءتها إذا كنتم مهتمين بالموضوع.
لأن تروا ماذا قالت الصحف الهولندية والتي وصفت الوضع كما هو وقالت أنها تعرضت للعنصرية من أحد الهولنديين وما حصل معها بعد ذلك؟ وأقول الصحف المحلية أو العالمية وليست أقوال المهرتلين. أقوال المهرتلين هؤلاء أفادونا بفتوى مضاجعة الوداع. اسألوهم عن حكم السبايا المحصنات في الحروب، أحكام زواج الرضيعة، قد يفيدونكم. وستأترك الرابط لفيديو الأخ، وله طبعا حق الرد بالمرحب بذلك على كلامي. وبإمكانك أن تبحث عن فيديوهات كثيرة من هذا النوع، الإلحاد سيقودك إلى الموت وليس التطرف، وليس التطرف. وأنا هنا أصلا لا أسعى لمهاجمة هذا الشخص أو حتى دينه بشكل عام، ولكن أسعى لمهاجمة كل الفكر المتطرف زائد التدليس على العامة بأن تأخذ شيئا وتترك الآخر فقط وتستخدم حتى حياة الناس، حياة الناس الذين هم ماتوا. يعني شخص اختار أن ينهي حياته ويتخلص من كل هذا الكلام، أليس له الحق بأن يرقد على الأقل وتتركه بسلام؟ لا، حتى هذا الحق سنستثمره نحن في أن ننقد مذهبك وعقيدتك وفكرك يعني. أتمنى أن أكون أنا أفدتكم. أنا آسف إذا كان الفيديو طويل، أحاول استخدام اللغة العربية الفصيحة لكم مفهوما بالذات للأخوة في المغرب العربي. تحياتي للجميع، مرحب بأي أفكار واقتراحات اتركوها بصندوق الوصف، تواصل معي على صفحتي على الفيسبوك. لا تنسوا الإعجاب واللايك والسبسكرايب لكي تبدأ المحطة بالصعود، هي محطة وقناة ناشئة. تحياتي لكم جميعا، أراكم في فيديو لاحق. باي باي.